السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا سعودي؟ الحمد لله بخير، تمام الحمد لله. عبد العزيز المضاف رحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اليوم الشباب جميعا موجودون، ها؟ الحمد لله. أوكي. Let's go. Yesterday we took some names of furniture. Furniture, yes. اللي هو الأثاث، انتبه. Furniture, سعود. Furniture. Furniture. Let me repeat them again quickly. So, furniture in general, furniture. Sure. الأثاث. أثاث. الأثاث. Okay, furniture. الساعة تكون مبتدئين في اللغة الإنجليزية، بس بدي أعطيكم شغلة هيك حلوة على كلمة furniture. ولو أنه أنتم مبتدئين، بس ممكن تفهم المعنى وبتصير هي مثل اللغز. هاي شايف لغز، إذا بتجي لواحد مثلا بيعرف لغة إنجليزية، تعرف لو قرأت هاي، لو قرأت هاي الكلمة حرف حرف بتصير جملة. يعني بتقول له if you are in IT, U R E. يعني كل حرف. إيه كل حرف. كلمة. كلمة شايف؟ لو أنت بتعرف إنجليزي يقول لك أيوة. طيب قل له شو هاي if you are in IT, U R E. بفكر جملة هو شايف؟ واللي هي واحدة فرنتشر. إيه لأنه. إنه كلمة IT مثلاً تبع الكمبيوتر وكذا، قلت له you are in IT، يعني لو كنت أنت بالIT you are E. شو يعني E؟ شايف؟ تصير تكون عم تهجي الكلمة. شايف؟ if you are in IT you are E. تصير جملة، تصير جملة، وبيوقف بيقول لك الله أكبر شو ها، شو الكلمة هاي؟ شايف؟ ما بيعرف. So this is furniture. 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 This is a an armchair. 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 نتعود نحط. Armchair. No. An. Starting with A. An. Yeah. Okay. An. An armchair. An armchair. Armchair. What's this, Abdulaziz? Wait, خلني ما بين نظرة. Wait. ما قلنا ال smoker قلنا لا بس شو قلنا؟ Smoker. Smoker مدخن. لا لا ال cooker صح؟ cooker. Smoker لا. Either cooker. ممكن نسميه cooker or stove. Stove. Okay. Stove or cooker. Cooker البريطانيين بيسموه cooker. 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 انتبه، الإنسان اسمه cook أو cooker. Cooker هو هذا. لأنه ممكن الواحد يفكر الـ AR بترجع للإنسان، دير بالك. يعني يروح يقول لك I am a cooker. أنا فرن، ما بيصير. Okay. لا. الآن إذا أنت بدك تقول أنا طباخ، بتقول I am a cook. I am a cook. Cook طباخ. Cook بس. إيه، لأنه ممكن الواحد يغلط يقول لك cooker. I am a cooker. هو فرن. فرن. قال له خمس عيون ولا ستة؟ أستاذ تيتشر. Yes. الحين يقول I am chef ولا I am cooker؟ لا. Chef. شيف هو رئيس الطباخين، هذا فنان، يعني شغل كبير. شايف؟ كوك هو الطباخ العادي. عرفت كيف؟ يعني الشيف بيكون عنده كذا طباخ. الشيف بيكون هو اللي بيحط الخلطات والأمور هاي، بيكون هذا محترف هذا. لكن كوك بتقول أنا طباخ، يعني أي واحد عادي. شايف؟ أوكي.
ممكن تكون انت سعود، انت طباخة بتعرف تطبخ شايف، بس ما نكشف كوك. شايف الشيف بيكون عادة بالهوتيلز بالريستورانتس يعني بيكون عنده خبرة بالطبخ. yeah. يا أما مثلا واحد مثل حكايتنا بيعرف يطبخ كبسي شايف هيك بيقول I am a cook. okay. أو ما بيعرف كبسي، بيعرف يعني بيحط الرز ويخبصه خبز أندومي وخلاص. okay. This is a table and this is a desk. Desk. Okay. The difference between okay table and desk. What's this, Abdulaziz? Wait. Curtains. Yep. Curtains. نتأكد كاتب هنا. Curtains. ستاير. Curtains. يب يب curtains. Curtains. ستار الحديد. ستار الحديد. بلايند. قلت لك أنا كلمة بلايند لحالة معناتها أعمى. بلايند. يا بلايند. بلايند. سوي الدريشة أو النافذة عشان تسويها أعمى، ما في واحد ما في يشوفه برا ولا جوه. ما تمام. بلايند. 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 تمام. الفوتو. لا فوتو. لا بكتر بكتر بكتر. pictures. لكن photos. صورة. شخصية. This is. bed. And this is a dining table. Dining table. مسكيني هاي الطاولة بنشتريها وناكل على الأرض. Dining table. Dining table. Okay. This one is a coffee table. Coffee table. And this one is the dresser. Dresser. I بسموه التسريحة أو شيء بكل مرايا. Dresser. الكلمة الكبيرة هي refrigerator، لكن بإمكاننا نختصرها بكلمة fridge. أوكي؟ ممكن نختصرها بكلمة fridge. F-R-I-D-G-E. Fridge. هذه الكلمة بإمكانك تختصرها بدل ما تقول refrigerator. أوكي؟ بنقول fridge. Refrigerator. Fridge. You can say fridge. A fridge. 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 ثلاجة. Okay. رق. رق.
رق هو البساط خفيف. عرفت بساط الريح هذا البطيرة البساط هيك بساط الريح بيحطوه أيضا هذا البساط الأحمر بيحطوه بالمطارات هيك للرؤساء يمشوا عليه شايف رق 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 تمام رق هذا يختلف عن الفرشة أو الزولية صح يا عبد العزيز الكلام فرشي كلمة فرشي يب هذا كاربت this is a carpet جادة كاربت أوكي إذا سجادة كاربت Table lamps. Yeah. Table lamps. الأبجورات هذول الصغار. Table lamps. Table lamps. Table lamps. Chair. A chair. شوف chair شايف كلمة chair فيها كم حرف علي يا سعود؟ اللي هو خمس. خمس حروف. كلمة chair فيها خمس. كم حروف علة؟ حروف علة. حروف العلة في كلمة chair كم حرف chair؟ ثلاثة. وين هني؟ ال أي أيوة والآر لا الآر ليس حرف علي حروف العلي هي A E I O U أوكي هاي حروف العلي خمسة A E I O U كم حرف علي عندنا بكلمة chair؟ اثنين ال A وال I ال A وال I شوف في قاعدة هاي مو 100% يعني كثير كلمات بتمشي معها تمام؟ شو هي القاعدة بتقول؟ بتقول إذا كان عندك حرفين علي شايف ولا الحرفين هذول؟ إذا كان عندك حرفين علي وراء بعضهم عم يمشوا على كورنيش الخبر شايف؟ هذول اثنين إذا كانوا عم يتمشوا على كورنيش الخبر بيكون الأول عم يتكلم والثاني صامت يعني ما تنطق الآي أيوة زر شي احنا عم نقول شي شوف الآي ما نطقناها نهائيا شير لذلك أي حرفين علي بيكونوا عم يمشوا اثنيناتهم على كورنيش الخبر والثاني ما يتكلم الثاني ما يتكلم بس واحد عم يقص عليه شايف عم الثاني ينصت وهذاك عم يسمع أنا الأول يكون الأول جهري والثاني صامت عملنا لكم قصة خرافية علشان تعرفوا كيف يلتفظ الحرفين اللي مع ورا بعض تمام So what's this? This is a chair A لاحظ بينما الآي بس عم يسمع Bookcase. صندوق الكتب أو حافظ الكتب. إيش لفظناها case؟
مو كاس مثلا الكيس كمان انتبه 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 الامر هذا اللفظي حرف الاي بالاخير حرف الاي الاخير الاخير انتبه للكلام هذا حرف الاي بالاخير من روح لعند اخوه اللي هو حرف العلي الثاني الاي الاي من روح لافظينه مثل ما بنعرفه يعني شو هذا الحرف اي فانا بلفظه كي اي شايف كيس لانه في عنده اي بالاخير لاعطيك امثله اخرى حتى ما تنسى شوف مثلا عندك الكلمه هاي مثلا الفضل اياها بيك بيك يا بيك انت يا هذاك بيك تبع البروستات شبكك يا رجال انت وين رحت انت بايك ما ادري بايك 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 عند صاحبه بيك رحت لعند البيك تبع البروستات هلا بايك بايك انا عم اقول بروح لعند اخوه بالفضو مثل ما هو شو هذا الحرف هذا باي اذا بقول باي بايك بايك مثلا خذ كلمة هالكلمة هاي ها الفضل الكلمة هاي يا سعود دون شلونك انت معلوم براسك شو شلون دون اي بي بل هو باي باي بون يا رجل ما هذا حرف هذا شو هذا هذا حرف اي صح اي طيب بروح لعند اخوه اخوه شو 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 هالحرف هذا اخوه شو هو اللي هو او اي او يعني بو بون بون العظام صح بون يب عظام بون عظم يب عظم بايك سيكل سيكل بون بون هلا هلا في عندنا مشكله مشكله شو اسمه سعود على حرف البي والدي لا ما شفتها وما انتبهت احس مدن لا لا طول بالك انا احلل لك مشكلتك هاي في عندي حل في عندي حل الى شايف شوف بالانجليزي بتكتب من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين لا من اليسار لليمين يا سلام أنا بروح بجي للحرف هذا الشاكك فيه ماشي هذا الحرف أنا بقول هل هو دي ولا بي شو بروح بسوي بروح برسم نصف دائرة مرة تانية فوق فوق تماما شايف البي هاي شايف هذا برسم نصف دائرة برسم شو نصف دائرة إذا صار بي معناته هذا الحرف بي والبي بدون راس البي يعني بس في دبه يعني هذا مثلا شايف بس في كرش لو كتبت على الدي الدي بتكون من الجهه الثانيه معقول حرف الدي جهه من هون وجهه من هون ما يجي شو رايك بالاختراع هذا هذا حلو اذا انت بتشوف بتحب ترسم نصف دائره اذا صار حرف بي معناته هذا بي إذا ما صار حرف بي معناته هذا دي هاي كتير طلاب بيخلطوا بين شو بين البي والدي معروف يعني لذلك مرأة عن هالأمور هاي أوكي A bookcase bookcase مكتبة pillow hello hello هي المخدي سعدي اليوم سعود قبل ما تنام اليوم وقت اللي بتحط راسك على المخدي اسال نفسك شو معنات مخدي اذا عرفت ان بيلو نام اذا ما عرفت روح شوفها بالدفتر
لما تنساها وقت اللي بتحط راسك على مخدة شايف قول شو معناته مخدي باللغة الإنجليزية. إذا عرفتها نم قرير العين شايف. إذا ما عرفت لازم تقوم تروح تشوف الدفتر وبعدين ترجع تنام. قول يصير خير إن شاء الله. يس إن شاء الله. Hello. So this is a pillow. Hello. Okay. Hello. رجعنا للكلمة الحساوية هاي الكبت شايف كابورد هاي هاي الصور كلها ترى سرقة من الإنترنت ترى دير بالك اختراعات هاي كابورد Now this one is a vase. Vase. في البعض بيلفظها vase كما شايف. Vase. إذا ما في أي وإيه. نعم. تلفظ. Yeah. Vase or vase. Vase المزهري. المزهري. نسميها بالعربي. Vase. هو vase. بالعربي vase. 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 Showcase. 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 اللي هي الحذاء هاي اللي نوضع فيها الأحذية. Showcase. شلونك هذا حاطط فردي وين البقية؟ هاك شايف انه هاي واحدة بس وهاي واحدة هذا بالمحلات يحطون واحدة عشان ما ياخذ حجم زيادة ممكن يكون هذا ستاند شايف هذا ستاند بالمحل بالمحلات نشوف في وراء احذية نسائية بعد يعني اذا بدك تسرق الحذاء ما تاخذ غير واحدة شايف ما تلاقي الثانية ثانية الشو كيس الشو شو كيس هي الحذاء اللي نحط فيها الأحذية في البيت أوكي شو كيس شو كيس ليش ما قلنا شوز كيس شو مفرد لأنه شباب الصفة باللغة الإنجليزية الصفة إذا كانت عم توصف الاسم بتكون مفرد وليس جمع نفس الشيء مثلا شو معنات ألم الأسنان؟ اسمها الأسنان اللي يسمونه توثك؟ أيوة توثك أصلا كلمة توث معناتها سن يب لأن إذا بدك ترجمة بتقول ألم سن هو ألم الأسنان شايف؟ لأنه باللغة الإنجليزية الصفة إذا استخدمنا الاسم كصفة لازم يكون مفرد توثك شايف؟ توثك ما قلنا تيث إك توثك أوكي لذلك هنا ما قلنا شوز كيس we say شو كيس الدور ميت not mate ميت ولا مت لا مت مت يب دور مت not mate مات الله يرحمه شايف الآن دور مات أيوة الإيه أحيانا تلفظ مثل كات مات هات رات شايف كلها بالإيه دور مات اللي هاي اللي بيحطوها أمام الأبواب شايف مكتوب عليها ويلكم صح دور مات انتبه لكلمة ويلكم انتبه الوحدة ها مو اللين
دبل ال دورما، لان في ناس بيكتبوها دبل ال بينسوا. ويلكم وحدي، ويلكم 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 يعني مرحبا بكم يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لوك صوفا أرتشير أرمتشير كوفي تيبل، كوفي تيبل هذا ما عندنا منه، هذا فاير بليس اللي هو الموقع موقع. بوك كيس، بوك كيس، كابورد، كابورد، كلوك، كلوك، لامب أو تيبل أوكي، فوت ستول، فوت ستول اوكي، فاز رج، رج از سمولر ذان كاربت، يعني بيكون اصغر من الكاربت، اصغر من السجاده، بيكون هيك متر على طول. بيكتشرز، كيرتنز، كيرتنز، بلاينتس، بلاينت احيانا بتحط بتحط في البيت احيانا بلانت بوت اللي هو هذا الاناء اللي بنحط فيه بنحط فيه نباتات بلانت يعني حوض بلانت بوت والحوض حوض النباتات شب هاي لا يستغنى عنها اسمها كوشن كوشن عرفت هاي المربع تبع خد خد الصغيره ايوه كوشن 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 Thank you for this. Okay, look. So this is prayer mat. Prayer. Prayer. سجادة. سجادة الصلاة. الصلاة. Prayer mat. الأيام هاي ضروري عشان إذا رحت على المسجد تأخذها معك شايف prayer mat. prayer mat. prayer هي الصلاة. prayer. Pray. and this is a door mat. door mat. this is a shoe. showcase. vase. vase. Vaz. Okay. This is a cupboard. Cupboard. This one is a wardrobe. This is British. Closet is American. Closet. يعني دولاب الملابس اما كلوسيت اللي هو الكلمه الامريكيه ووردروب ووردروب اللي هو الكلمه البريطانيه على دولاب الملابس كلوسيت شو هي يا سعود اللي هي البايرن هلو انا ما تنام اليوم بلا ما تسأل نفسك يس هلو هلو بوك كيس بوك كيس تشير A chair. Table lamps. Table lamp. A carpet. A carpet. Carpet. A rug. A rug. Sofa. Sofa. Fridge. Look, this is the word. Fridge here. Fridge. Fridge.
عشان نريحك من كلمة refrigerator. Dresser. Dresser. التسريحة. Dresser. A coffee table. Coffee table. يعني في خطأ شائع بين الناس انه بيفكروا المقهى اللي بيروحوا عليه الناس اسمه كوفي، انما هو شو اسمه انتبه كيف نكتبه، اسمه كافيه. اوكي كافي مو كوفي جاي، هاي الكوفي هي القهوة. اوكي القهوة اللي بنشربها، لكن المقهى كافي اسمه كافيه. سي اي لوك سي اي اف اي وعليها ابوستروفي هنا، لازم 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 الشرطه هاي كافيه، لانه هاي كلمه فرنسيه الاصل، شايف جاء اللغه الانجليزيه بيقول لك والله رايح على الكوفي شوب. هاي الأمريكان شايف بيزودوا كلمات وهيك، ما اسمه كافيه خلاص كافيه in the cafe كوفي شوب خلاها، شايف كوفي شوب اختراع يعني الكوفي شوب. طيب إذا أنت رايح تشرب شاي شايف خلها كافيه، كلمات غلط عند الأمريكان شايف. مثلا في عنده كلمات كتير نفس الشيء بيزودوا، يعني بيزودوا كلمة على الفاضي شايف بدون شيء. مثلا اعطيك كلمة على سبيل المثال، اقول لك هورس، البريطاني بيقولوا هورس رايدنج، شو معنى هورس رايدنج؟ يعني ركوب الخيل صح؟ ركوب الخيل. الان الامريكان بيقول لك هورس باك رايدنج، يعني الركب على ظهور الخيل، لك وين بدك تركب على ذيله مثلا؟ مشكلة زيادة الكلمات. يعني نفس الشيء، أنا كلمات هاي زيادة بتكون. عرفت كيف؟ كوفي شوب، ما في داعي تقول كوفي شوب، خلاص اسمه كافيه. كافيه خلاص. أوكي. كوفي تيبل، سي. Dining table. Dining. Dining table. إيه الغرفة اللي فيها table هاي بنسميها dining room. Dining room. Dining room. Dining room. غرفة الطعام. Yes. A bed. A bed. تمام. The bed. See the bed. A bed. Pictures. Pictures هي الصور. صور نعم. Blinds. Blinds هي الستار. الستار الحديد. الستار الحديدية. It's not blinds. This is usually for offices. عادة للمكاتب شايف. بس أنا صار يحطوها بالبيوت وصار يحطوها أبين. Blinds. Curtains. Curtains. الستائر. Table and desk. Desk. Desk اللي هي حقة المكاتب. المكتبية. نعم. والمقاعد الدراسية. المقاعد الدراسية والمكاتب اسمها desks. تيبل اللي هي الى ارجل واضحه مثل ما انت شايف بدون دروج او تيبل مثل دايننج تيبل شايف اللي هي طاوله الطعام. طاوله الطعام ما الى ادراج. كوكر اللي هو الفرن. ايوه كوكر. هذا كله اسمه كوكر. الجزء هذا اللي هو الفرن هذا اسمه اوفن. اوفن بس.
O-V-E-N. شان ما نغلط فيه انتبه. الناس بيفكروا انه هذا اسمه كله فرن، انما الفرن اللي هو اوفن، شوف اوفن بس هذا الجزء اللي بيدخلوا فيه البسبوسي والسمبوسي والصواني والامور هاي مخبوزات الكنافي وما بعرف مين، هذا اسمه اوفن. اوفن تفتحه بتحط فيه جوا، لكن the whole thing is a stove. Stove or a cooker. Cooker. Stove or a cooker. Stove or cooker. تمام. شو هالماركة تبعت NBC ولا فكرة يا NBC؟ لا يكون تلفزيون هذا. Stove or a cooker. Cooker. الإنسان شو قلنا بنقول عنه؟ كوك. كوك بس طباخ. كوك. كوك. عبد العزيز إذا كوك، عبد العزيز طباخ يعني بيعرف يطبخ. والله شكلك بيض ما بتعرف تقلي يمكن. لا حرام. نزل لي تيس أسوي لك مندي في تبي. الله صح خبير معناته. أرف. An armchair. Arm. كلمة arm لحالة هي الذراع، شايف؟ لأنه الذراع بنحط هنا. Armchair. Armchair يعني كأنه الكرسي اللي له ذراع. Okay. Armchair. 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 And this is all in furniture. Furniture. Furniture store. الأثاث. Furniture. تمام. شباب أنتوا دورتكم بتنتهي يوم الخميس حسب شايف الجدول. تمام. لذلك on Thursday you will have an examination. Final examination. راح يكون عندكم اختبار نهائي يوم الخميس. تمام. الثلاثاء والأربعاء رح نحاول نعمل مراجعة شاملة هيك لبعض الأشياء وبعض التمارين. أوكي. إن شاء الله يوم الخميس بيكون الفاينل إكزامينيشن. تمام. بيكون خلصنا على المستوى الثاني. إيه بيكون خلصته هيك المستوى الثاني. تمام. تمام. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهالوقت القصير هذا شايف. إن شاء الله. Okay. تفضل. Okay. Thank you very much for today. اليوم بنسلم عليكم شايف قبل ما يقطع البث. أنا لسه عم أقول. Okay. Okay. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you tomorrow.